ننتقل لموضوع آخر. أثارت السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 حالة من القلق عالمياً مع ارتفاع أعداد المصابين في العديد من الدول، خصوصاً في الولايات المتحدة الأمريكية والتي انتشر فيها الفيروس على نطاق واسع، مما جعل الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم طلب تمويل إضافي من الكونغرس لتطوير لقاح فعال لمتحور فيروس كورونا الجديد. ومن المرجح أن يوصي الجميع بالحصول على اللقاح الجديد بغض النظر عما إذا كانوا قد تلقوا لقاحا سابقا أم لا، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة ذا هيل. فيما توالى التطمينات حول مدى شدة أو خطورة المتحور والمضاعفات التي يسببها وكل ما يخص هذا الفيروس. عن وضع المتحور الجديد وتطوراته في مصر، احنا معانا الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية. دكتور مساء الخير واهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. قلنا في البداية يعني ما هي اخر تطورات وموقف انتشار المتحور الجديد لكورونا لدينا هنا في مصر؟ ما هو الوضع بشأن المتحور؟ اولا عايز اقول لحضرتك ان حدوث متحورات مستمرة ومتكررة لفيروس كورونا والفيروسات التنفسية الأخرى، وهي أعداد كثيرة جدا مش كورونا بس، كل دي حاجة طبيعية جدا ومتوقعة علميا وطبيا من الفيروسات. يعني هناك العديد من الفيروسات التنفسية، منها طبعا كورونا فيروس، دول كل شوية بنسمع متحور والمتحور يتحور. يعني المتحور الجديد ده نوع من المتحور الآخر اللي كان اسمه أوميكرون. فإذا حدوث متحورات ده شيء طبيعي جدا وليس غريبا يعني. نعم. إنما في كل متحور حضرتك بيبقى فيه دراسة وبائية ودراسة ترقبية بحيث نعرف هذا المتحور الجديد هل هو أكثر انتشارا، هل هو له أعراض جديدة، هل هو له مضاعفات غير متوقعة، أو نسب الوفيات التي تحدث نتيجة الإصابة به. المتحور الجديد كل العالم بما فيه مصر ومنظمة الصحة العالمية وكل الدول قالوا إن ده متحور جديد من سلالة فيروس كورونا. المتحور بتاعه كان اسمه أوميكرون واحنا عارفين هذا. هو أكثر انتشارا وده متوقع أيضا، لأن عندما يحدث متحور جديد هو حدث أصلا عشان يتغلب الفيروس على مناعة الإنسان أو مناعة الجسم اللي بيصيب يصاب بهذا الفيروس. أكثر انتشارا يعني عدد الحالات التي تصاب من مريض مصاب بتكون أكثر شوية. لكن كل العالم بما فيه المنظمة قالوا إن هو ليس له تداعيات خطيرة وإن الإصابة بتاعته بسيطة وتؤدي لأعراض معتادة بالنسبة للإصابات الفيروسية التنفسية. نعم. هنا في مصر هناك ترقب شديد جدا ومتابعة، عدد الحالات قليلة جدا، الأعراض بسيطة، لم يحدث أو لم يسجل انتشار وبائي بهذا المتحور الجديد. فلحد هذه اللحظة التي نتكلم فيها مع حضرتك هذا هو الموقف في مصر في العالم بالنسبة لهذا الفيروس. يعني هناك حديث طبعا زي ما استمعنا دكتور عوض عن فكرة اللجوء للقاح جديد، هل في رأيك احنا فعلا في حاجة للقاح جديد، وهل ده أمر يعني مطروح في المستقبل القريب أم يحتاج أيضا لوقت طويل مثلما شهدنا من قبل؟ والله يا فندم أكلم حاجة بصراحة، ما فيش حاليا ما يستدعي هذا. لكن في فئات احنا بنسميها الفئات الاكثر عرضه للمضاعفات والمشاكل من اي فيروس. يعني هذه الفئات سيادتك من زمان جدا احنا بنسعى دايما خصوصا في دخول فصل الشتاء الى اعطائها بعض اللقاحات ضد الفيروسات، ومنها فيروس الانفلونزا وفيروس الكورونا. هذه الفئات بتشمل الاتي حضرتك، بتشمل من هم كبار السن اكثر من 65 سنه اللي عندهم أمراض مزمنة سواء في الجهاز التنفسي أو القلب أو أمراض مناعية أو أورام إلى آخره. دول بنحتاج نديهم هذه اللقاحات سواء الإنفلونزا أو كورونا حتى نقلل من نسب إصابتهم بهذه الأمراض من ناحية، والأهم هو حتى لا يحدث مضاعفات. لكن قصة إن احنا نعود تاني إلى تطعيم قومي أو تطعيم لكل الناس
هذه غير واردة في هذه المرحلة. نعم، يبقى خلينا نقول إن من سبق لهم الحصول على جرعات للقاح، خلينا ما نتكلمش على من سبق، لأن هم اللي خد في المرحلة السابقة. اللي احنا محتاجين دلوقتي الفئات الأكثر عرضة. إنما هل محتاجين لقاحات أخرى ولا لكل الناس؟ لا طبعا في المرحلة الحالية. في المرحلة الحالية لا. طب إيه أهم ما يميز الطفرة الجينية للمتحور يعني عما سبقه من متحورات كورونا؟ هل هناك هو الحاجة الوحيدة انه اكثر انتشارا، وهذا فقط متوقع، لان طفرة جديدة او شكل جديد، يبقى الجسم او الجسم او المناعة بتاع الجسم بتتعامل معاه لاول مرة. فهو اكثر انتشارا، بس ده الحاجة الواضحة دلوقتي. نعم انا بشكر. لكن الاعراض التهاب في الزور، شوية رش، تكسير في الجسم، وقد يحدث حرارة بسيطة. في الحالة دي كل اللي مطلوب من المريض أن يأخذ حاجة مخفضة للحرارة، والحاجة التي يوصى بها في هذه المرحلة هي الباراسيتامول. يعني ما ياخدش أدوية أخرى، وإذا جاله أعراض أخرى جديدة على طول يلجأ للطبيب المعالج له عشان يقول له إيه النصائح اللي يعملها في هذه المرحلة. نعم أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، شكرا لك يا فندم.